بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عودي بعد انقطاع، بس إن شاء الله يعني بالأيام الجاية أحسن، ورح أعوضكم عن المحاضرات إذا تأخرنا شوي. ببداية المحاضرات حكينا عن الأوربت، حكينا عن مكوناتها، عن الأيبول والنيرف اللي بخصهم وزي هيك. الآن رح نبلش بالإير والأناتومي للإير، وإن شاء الله رح نحكي عنهم. طبعا المحاضرة يعني دكتور زي ما أخذ أشياء رئيسية، مش متعمق كثير. استغربت لما صار يحكي بشرح على طلاب ماستر زي هيك، بس إنه مش متعمق كثير بالشرح، خاصة الصور يعني. فإن شاء الله نشرح نخلص صعب كثير. هلأ بالبداية كلنا بنعرف إنه الإير بتنقسم لثلاث أقسام: الإكسترنال والميدل والإنترن والإينر إير. الإكسترنال اللي هي بالبارت اللي إحنا دائما بنكون شايفينه، هاد هو. هلأ بعد الإكسترنال بتجي في عندنا الميديال اللي فيها الأوسيكلز زي ما كنا نعرفهم. بعد هيك بيجي في عندنا الإينر إير، تمام. وبعد هيك رح ينتقل الصوت زي ما بدنا ننقله لعند البرين، وصير في عندنا بروسيسنج وما بروسيسنج، ومشان نقدر نسمع. هلا وظيفة الاكسترنال ايش بتكون وظيفتها؟ انها تعمل على تجميع الموجات الصوتية، تمام، ولحد ما تروح توصلها لعند مين؟ لعند التيمبانيك ميمبرين. التيمبانيك ميمبرين اللي هو نفسه الاير دروم، اللي هو نفسه غشاء الطبلة. فالتيمبانيك ميمبرين اول ما توصله الموجات الصوتية من الاكسترنال اير بصير يهتز 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 يهتز، بنقل بعدين هاي الاشارات او الموجات الاهتزازات بنقلهم عن طريق الاوسيكلز الثلاث، المالورس والانكس والستيبس اللي هم المطرقة والسندان والركاب، بينقلهم بعدين لعند الاينر اير، ومن الاينر اير بنتقلوا بعدين. فهي هي الفكرة. فوظيفة الاكسترنال انها تعمل شو؟ تجميع للموجات الصوتية. وظيفة الميدل انها تعمل ماجنيفيكيشن، فانت يعني تقريبا بيعمل ماجنيفيكيشن 27 مرة، يعني بيعمل ماجنيفيكيشن اكثر ب 27 مرة من الموجات الصوتية اللي دخلت على الاذن الاصلية، تمام. هاي وظيفتها، بتعمل ماجنيفيكيشن بعدين بتعمل ترانزميت للاينر اير. وهي الاينر اير اكثر اخر شيء من مكوناتها، في عندها مكون له علاقه بالهيرينج وشيء له علاقه بالايكوليبريوم، ورح نحكي عنه لما نيجي عندها. طبعا مهم نعرف انه الميدل اير والاينر اير على ما اعتقد هم يعني مش كل الاكسترنال، او هم اكثر شيء الميدل اير والاينر اير بيكونوا موجودين داخل التيمبورال بون، داخل البتروس بارت. بتروس بارت من التيمبورال بون، الثيكست بون بالهيومن بودي زي ما حكينا عن المره الماضيه. هلا بالاينر اير من المكونات رح تكون موجوده فيه، من المكونات هو موجود داخل بتروس بارت من التيمبورال بون، صح؟ فإذا بنقدر نحكي الآن إنه الإينر إير والميدل إير موجودين داخل بتروس بارت من التيمبورال بون، فهي أول مكوناته داخله بالكافيتي يعني. بعد هيك في عنا كمان الفيستيبولو كوكليير نيرف، رح نحكي عنه هاد ليش موجود من هون. برضو الفيشل نيرف رح نحكي عنه. وفي عنا كمان الانترنال كاروتيد أرتري، هدول من المكونات أعتقد ثيرد إير يكونوا كاتبينهم، إنه هدول الدكتور حكاهم. هدول من المكونات اللي هم علاقة بالبتروس بارت بالتيمبورال بون. بتروس بارت من التيمبورال بون هدول مكوناته بيكونوا موجودين فيه. فنحكي عنهم بالبداية شوي إن شاء الله نكملهم. هلأ الإكسترنال إير مهم نعرف عنها كمان، إحنا في عنا الجزء اللي منشوفه، وفي الجزء الثاني اللي هو الإكسترنال أوديتوري ميتس، لا الإكسترنال أكواستيك ميتس، إكسترنال أكواستيك ميتس أو الاسم الثاني اللي هي الأوديتوري كنال، القناة السمعية. فهاد مكون وهاد مكونين رح نشرحهم الآن بالتفصيل، نفوت عليهم واحد واحد. فبالبداية نبلش بالإكسترنال إير. الإكسترنال إير لها مكونين، هيهم. أول واحد اللي هو الأوريكلز، الأوريكلز هاد الجزء اللي إحنا شايفينه، تمام. والجزء الثاني هو عبارة عن إكسترنال أكواستيك ميتس اللي هو نفسه مين؟ طبعا القلم يدب شغال. اكسترنال اكواستيك ميتس اللي هو نفسه الاوديتوري كانال، القناه السمعيه. هلا كمان الاوريكلز من مكونات الاوريكلز في عندنا البنه وفي عندنا اللوبيول. طبعا هون لو تشوفوا الصوره هاي بتلاقوا في عليها تركيبات اكثر وشرح اكثر زي هيك، بس الدكتور مش شارح عن شيء، بس كان بده يوصل لنا فكره انه البنه هي عباره عن الكارتريج اللي بنشوفهم مثل الكارتريج موجودين داخل الاكسترنال اير، داخل الاوريكلز. مش احنا نمسك بتحس باذنك انه في عندك زي كارتليج، هاي عباره عن الاستيك كارتليج وبتكون مغطاه بسكن، هاي مين؟ البنه. لكن الجزء اللي بيكون تحت هذا المكان، هذا اللي تحت مكان ما بحطوا فيه الحلقه او شيء زي هيك، هذا المكان هو اللوبيول، ما بيكون كارتليج، بيكون عباره عن فايبرس تيشو. اذا الاوريكل تتكون من جزئين، البنه عباره عن الاستيك كارتليج واللوبيول هو عباره عن فايبرس تيشو، تمام. بدل ما يكون فيه كارتليج بيكون فيه فايبرس تيشو. مهم كمان الان نعرف عن تركيبها، قصدي النيرف اللي بيغذيها. النيرف اللي بيغذيها اول نيرف اللي هو الاوريكولو تيمبورال نيرف،
مين هو الاوركيلوتيمبورال نيرف؟ ذاكرين لما حكينا عن المانديبولر نيرف كنا نحكي المانديبولر بيجي بعطي تو برانش تمام، وغير التو برانش بعطي تو ديفيجن، فواحد من الديفيجن اللي هو البوستيرير ديفيجن مباشره بيروح بيطلع منه زي هيك نيرف عامل هيك زي الحلقه، وبعدين بيشي وبيرجع لفوق لعند السكالو زي هيك بيرجع مره ثانيه. فهاي الحلقه وحكى انه كنا نحكي بمر منه الميدل منينجيال ارتري، فهاي الحلقه بما انه رجع لفوق هذا النيرف اللي هو الاوركيلوتيمبورال نيرف هو راح يجي يغذي مين؟ راح يغذي الاوركيلز من الاكسترنال اير تمام. ثاني شغله الجريتر الجريت اوركيلر نيرف، هذا ثاني نيرف بيجي من السيرفيكال بلكسس تمام. هاي تو نيرف اللي بيغذوهم وعرفنا تركيباتها وهيك كملناها. هيك الاكسترنال اكواستيك ميتس افرجيكم الصوره احسن. الاكسترنال اكواستيك ميتس برضه بتكون من جزئين، جزء في عندنا اللاترال 1/3 وفي عندنا الميديال 1/3. اللاترال 1/3 بيكون عباره عن كارتليج، لكن الميديال 1/3 بيكون عباره عن بون. يعني هدول مهم نكون عارفين اللاترال والميديال، ومكان التقاء اللاترال 1/3 مع الميديال 2/3 وبيكون هو النروست بارت بالأدوتري كانال، هو بيكون النروست بارت. مهم كمان نعرف ان الأدوتري كانال ما بتكون هيك مستقيم، لا شكلها بيكون اس شيب، هذا هو شكلها. يعني هاي صور ممكن اوضح، هيك بيكون شكلها اس شيب، والاس شيب هي مكان التقاء مثلا ال 2/3 مع ال 1/3 هو بيكون النروست بارت تمام. فمثلا هو هاي 25 مليمتر، حكينا عن اللاترال 1/3 والميديال 2/3 اوكي، والجنكشن حكينا عنه. هلا متى بنتهي الاكسترنال اكوستيك ميتس او الاكسترنال اير؟ لما يوصل لعند التيمبانيك ميمبرين. فالتيمبانيك ميمبرين هو عباره عن نهايه الاكسترنال وبدايه الميديال، فهو الفاصل بيناتهم الاثنين تمام. هلا الاكسترنال اير برضه بتحتوي، مهم بنكون عارفين بالاوديتوري كانال بيكون في عندنا هير، وبيكون في سبيشس جلاند، وبيكون في سيرومونس جلاند. هذول بيكون وظيفتهم ايش؟ انهم يكونوا هذا الواكس الولو اليلو واكس اللي بيكون موجود بالاير بالاكسترنال اير. طبعا سواء كان هير او سواء كان واكس منطقه جدا نكون عارفين وظيفتهم شو، حمايه من الفورين بودي انهم يدخلوا للميدل اير ويدخل الانر اير ومن الانفكشن زي هيك. هلا برضه زي ما حكينا هون عن الاوريكلز الها نيرف سبلاي، برضه بنحكي كمان عن النيرف سبلاي اكسترنال اكوستيك ميتس. اول واحد نفسه الاوريكيلو تيمبورال نيرف زي ما حكينا عنه قبل شوي، وثاني واحد هو عباره عن الاوريكولار برانش من الفيجاس نيرف. اوريكولار برانش من الفيجاس نيرف، برانش جاي من الفيجاس. فانت لو صار في عندك ضربه على هاي المنطقه مثلا من عند الاكسترنال اير او شيء زي هيك، صار عندك ضربه عليه فراح يصير في عندنا شو؟ راح يصير في عندنا فيجال ستيميوليشن، تحفيز للفيجاس نيرف، بالتالي راح يصير في عندهم فاينتينينج وكاردييك ارست، بصير في عندهم اغماء وكاردييك ارست ومشاكل. عشان هيك هاي من الحالات يعني لازم نتعلم منها. هاي الاكسترنال هاي هيك. هلا نحكي كملنا عن الاكسترنال اير، هلا الفاصل بين الاكسترنال وميدل اير هو عباره عن التيمبانيك ميمبرين او اللي نفسه الاير درام. هذا التيمبانيك ميمبرين هيو بيكون موجود في نهايه الاكسترنال اكواستيك ميتس، بتكون من ثلاث طبقات. الطبقه الخارجيه سكن، الطبقه الوسطى هي عباره عن فايبرس تيشو، والطبقه الداخليه هي عباره عن ميوكس. هذول الطبقات مهم نعرف واكد عليها الدكتور انه هم لهم ديفرنت امبريولوجيكال اوريجين، فكل واحد جاي من مكان عند الامبريو، مش تكونين في نفس المكان لما كان واحد امبريو. هل هذا الشيء اعتقد انه تحت احسن. هلا كمان شوي لما ندخل لعند الميدل اير راح تلاقوا واحده من الاوسيكلز اللي موجودين بالميدل اير هي عباره عن الماليولس. الماليولس بتكون مرتبطه بالتيمبانيك ميمبرين من جوا، يعني اول واحده ماسكه فيديو هي التيمبانيك، هي الماليولس ماسكه بالتيمبانيك ميمبرين. فراح نشوف تقسيمات التيمبانيك ميمبرين. اول إشي مهم نعرف انه في عندنا إشي عامل او بالاحرى نحكي التيمبانيك ميمبرين هو بيكون شكله سيركولر تمام. هلا هو سيركولر بس جاي فيه حواليه حلقه، طبعا هو وين موجود؟ داخل التيمبورال بون. ففي عنده حلقه من التيمبورال بون بنسميها التيمبورال سلكس، بتكون يعني هو طرف ارتباطه مع التيمبورال بون بنسميها التيمبورال سلكس، ارتباطه بنسميه التيمبورال سلكس. بس من قدام بيكون في عندنا مشكله او نوتش، شوفوا هون اكثر هون. يعني شايفين انتم هون مش تيمبورال سلكس شوي، هذا التيمبورال بون تمام. التيمبانيك سلكس اللي هو للتيمبانيك ميمبرين بنسميه تيمبانيك سلكس، مكان ارتباطه مع هذا المكان بنسميه شو؟ التيمبانيك سلكس. لكن من فوق بيكون في عندنا شو؟ بيكون في عندنا نوتش، هاي هي اللي هي التيمبانيك نوتش. اذا بيكون في عندنا من فوق نوتش بنسميها التيمبانيك نوتش، ومن تحت هو كامل هو عباره عن تيمبانيك سلكس. هلا من الاشياء اللي راح نلاقيها عليه لما نيجي نشوف نكبر، راح نلاقي في عنا إشي اسمه الانتيريور ماليولر فولد، له علاقه بالماليولس، وبوستيريور ماليولر فولد برضه له علاقه بالماليولس، بيكونوا عاملين زي الخط هون تمام. الانتيريور ماليولر وبوستيريور ماليولر، حتى هذا اللي لها هو عباره عن الهيد للماليولس، وراح نلاقي في عنا كمان الهاندل للماليولس، راح نلاقي بروسيس للماليولس، يعني مكوناتها زي وكانها فايته فيه. فالانتيريور ماليولر فولد والبوستيريور ماليولر فولد شايفينهم عاملين خط هيك، بهمونا الان راح نشرح عن إشي. وعرفنا التيمبانيك سلكس وعرفنا التيمبانيك نوتش. هلا لما ننزل لتحت شوي، التيمبانيك سلكس
او بالاحرى هاي البوستيريور مالير فولت والانتيريور بيكونوا عاملين وكانهم عاملين زي الخط، تمام؟ هلا ما بين هذا الخط وما بين هون النوتش اللي كانت موجوده، ما بين النوتش وما بين الخط بيكون في عندنا شيء اسمه البارس فلاسيدا. هذا مكون، هذا هو الممبرين، تمبانيك الممبرين، هذا مكان بنسميه بارس فلاسيدا. لكن بعد البوستيريور الجزء المتبقي كامل بنسميه البارس تنسا. اذا البارس فلاسيدا بيجي ما بين النوتش وما بين المالير فولت سواء كانوا انتيريور او بوستيريور. اما البارس فلاسيدا هو الجزء اللي بيكون مكمل لهم، بيكون من وراء وهو اكبر جزء. يعني هلا برضو حنشوف عنا شو المالولس كمان هاي اهتم فيها الدكتور، فكره اللاترال بروسس من المالولس. خلف هدول الانتيريور مالير فولت والبوستيريور بيجي في عنا اللاترال بروسس من المالولس. واخر اشي يعني كان مهتم بهذا الامبو، الامبو هذا المكون زي بيجي زي انتفاخ موجود فيهم. هذول اكثر شيء بحس ركز عليهم او هم بتذكرهم. يعني اذا عرفنا السلكس، عرفنا النوتش، عرفنا الفولد، وعرفنا كيف بيقسم الفولد والنوتش بيناتهم، بيكون في عنا البارس فلاسيدا وراهم بيكون في عنا البارس تنسا، وعرفنا فكره الامبو هذا، وعرفنا فكره اللاترال بروسس. تمام، ايش هي وظيفه التيمبانيك ميمبرين؟ التيمبانيك ميمبرين هو له علاقه بالكوندكشن، منطقي انه بنقل من الاكسترنال للايد للميدل اير، منطقي. له علاقه كمان بالماجنيفيكيشن، هو مع مع الميدل اير لهم علاقه بالماجنيفيكيشن، بهي 27 مره بضاعف الصوت 27 مره. برضه له علاقه باي اكسترنال انفايرمنت، اي مشكله صارت في الاكسترنال انفايرمنت بيحمينا الميدل اير والانر اير، بروتكت الانر اير مثلا من الصدن لاود ساوند. متى هلا اشرحها هون ولا شوي انزل تحت؟ خليها شوي تحت هاي، لما نشوف الصورة تحت رح أشرحها هاي sudden loud sound. وجبت فيديو إن شاء الله رح نشوفه. هلا النيرف سبلاي، هاي ثالث نيرف سبلاي بنشوفه هون. شفنا بالأول للأوركيلز، وشفنا بعدين الإكسترنال أكوستيك ميتس، مكونات الإكسترنال إير. هلا بدنا نشوف النيرف سبلاي لمين؟ للتيمبانيك ميمبرين. تيمبانيك ميمبرين بيحكوا لك إنك بيحكوا إنه بياخد نيرف سبلاي له علاقة بالفيفث كرينيال نيرف اللي هو الترايجيمينال، التاسع اللي هو الجلوسوفارينجيال، والعاشر هو الفيغاس. فإله علاقة بالتغذية من هاي الأماكن. هلا في أوتر سيرفيس والإينر سيرفيس، مش كنا نحكي أوتر سيرفيس السكن وبالنص الفايبروس، من جوا بيكون في عندنا الميوكوس. هلا الأوتر سيرفيس اللي هو جزء السكن بتغذى عن طريق الأوريكيلو تيمبورال نيرف وعن طريق الأوريكيلوري برانش من الفيغاس نيرف. زي مين؟ زي الإكسترنال أكواستيك ميتوس، نفس البرانشات اللي بيغذوا. هلا الانر سيرفيس سبلايد باي تيمبانيك برانش من الجلوسوفارينجيال نيرف، وهي رح ننزل نشوفها كمان شوي تحت على الصوره. تيمبانيك برانش من الجلوسوفارينجيال نيرف رح نشوفها. هلا الكلينيكال اناتومي حكينا انه سهل هذا التيمبانيك ميمبرين كثير انه يصير له انجري، بالتالي يعني انت مش حتقدر تعيش حياتك الطبيعيه بالمره اذا صار فيه انجري. حكينا الشغله الثانيه صار في عندنا تروما، مشان تاثير على الاوركيولر برانش من الفيغاس رح يتحفز الفيغاس، رح يصير في عندهم فاينتينج زي اغماء، ورح يصير في عندهم كارديك ارست ومشاكل. عشان هيك هاي من الكلينيكال اناتومي تخص الموضوع. هيك بنكون كملنا مين؟ الاكسترنال. حكينا عن الاوركلز، حكينا عن اكسترنال اكوستيك ميتس، بعدين حكينا عن اللي بيفصل بين الاكسترنال والميدل هو التيمبانيك ميمبرين. هلا ندخل على الميدل اير. الميدل اير حكينا موجوده داخل البيتروس بارت من التيمبورال بون. الميدل اير مهم نعرف انها هي عباره عن كافيتي بيحتوي على اير، ما فيه فلويد. يعني كمان شو نحكي عن انر اير بيكون فيها الفلويد. الميدل اير بتحتوي على اير، بتحتوي على 3 اوسيكلز، المالولس والانكس والستيبس، مطرقه سندان ركاب. بتحتوي على 2 مصر رح نحكي عنهم الان اللي هم التنسور تيمبوناي، تنسور تيمبوناي مصل والستابيديس مصل. بتحتوي على 2 نيرف، بتحتوي على الكوردا تيمبوناي، الكوردا تيمبوناي حكينا عنه بالمحاضره الماضيه. وبتحتوي على هدول اللي هم الجروسوفارينجيال نيرف، البلكسس اللي جايين منه، والتيمبانيك بلكسس. هذول رح نحكي عنهم تحت بالصور، بس نمشي فيهم شوي شوي. هلا الصورة مبينة إنه إشي كثير وهيك، بس نحن نطلع نوضحها شوي شوي. بالبداية هاي عبارة عن الميدل إير. الميدل إير من وين بتبلش؟ بتبلش لما شوي. هلا هاي عبارة عن التيمبانيك ميمبرين. من بداية التيمبانيك ميمبرين بتبلش في عنا من يعني الجزء البوستيريور بارت من الإير اللي هو الميوكس بارت، بتبلش في عنا هون الميدل إير. هلا ببلش بيكون مرتبط مع مين؟ مع الأوسيكلز. مين أول أوسيكلز؟ هي المالولس. لأن هو بيكون مرتبط مع المالولس. بعد المالولس تيجي عندنا الانكس، بعد الانكس تيجي في عندنا الستيبس. طبعا لو بدنا نقرب شوي، هاي المالولس، تمام؟ المالولس هذا الهيد اللي لها، بما انك حكيت عن الهيد بيكون مرتبط مع مين؟ مع البودي يلي للانكس. بالتالي الجوينت اللي بيكون موجود بيناتهم هو عباره عن ساينوفيال جوينت. اذا الجوينت اللي موجود ما بين الهيد من المالولس والبودي من الانكس هو عباره عن ساينوفيال جوينت. بعد هيك الانكس كان عندها بودي فوق، هون تحت إلها لاترال بروسس. اللاترال بروسس هاي بيكون مرتبط مع مين؟ مع الهيد يلي بيخص الستيبس. فاللاترال بروسس بنقل برضو اللاترال بروسس من الانكس مع الهيد من الستيبس، برضو بيكون في بيناتهم ساينوفيال جوينت. واخر اشي بيجي في عندنا الستيبس، وهو مكون من تحت كأنه البيس يلي الستيبس، وبتكون مرتبطة إلها علاقة بالوول اللي له علاقة بالإينر إير. هيك هذول 3 اوسيكلز حكينا عنهم، حكينا عن التيمبانيك. تمام، هلا
أدخل على مين؟ نحكي عن المصل. المصل اللي بيكونوا موجودين داخل التمب داخل الميدل إير هم عبارة عن تو مصل. أول واحدة هي عبارة عن تنسور تيمبناي، ثاني واحدة هي عبارة عن التندون أوف استابيديس. لا الاستابيديس مصل. بالمحاضرة الماضية أنا مش ذاكر إنه يعني مخي شوي مش شغال، بس بالمحاضرة الماضية أخذنا عن الاستابيديس مصل، كأنه وين نسيت كأنه لها علاقة بالفيشل نيرف أو إشي زي هيك. المهم أخذنا عن الاستابيديس مصل. الاستابيديس مصل وجبت لكم صورة وفرجيتكم إن هي بتكون مرتبطة مع مين؟ مع الاستابس، صح؟ فهاي الاستابيديس مصل مرتبطة تقريبا مع الهيد من الاستابس، وبتكون جاي هيك اتجاهها زي رابطيته زي ما نحكي. هاي الاستابيديس، وهاي اللي من برا وبتكون مرابطة مع المالولس هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن تنسور تيمبوناي. هلا هذول التو مصل موجودين داخل الميدل اير بالوضع الطبيعي ما بيكونوا شغالين، يعني بالنورمال سيتويشن واحنا بنسمع طبيعي ما بيكون لهم اي شغل، بس بيشتغلوا متى؟ لما يصير في عندنا صدى اللاود ساود، صوت كثير عالي، بدهم يحموا الميدل اير. كيف بدهم يحموا الميدل اير؟ كيف بدهم يحموا الانر اير من الموضوع؟